بدنا مهما طال دقائق بل ثواني بأحداث النهاية تهن دنيا الأماني ففي دار البقاء نعيمها وشقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي إلهي أنت حسبي يا رب العالمين فثبتني إلهي على نور اليقين وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، ولا أقدمها هروبا من الواقع بل تصحيحا للواقع الذي تغافل فيه كثير من الناس عما هو آت، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وراح يفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. وقد تناسى كثير من هؤلاء ساعة ويوما يعرضون فيه على رب الأرض والسماء ليقال لأحدهم: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأنا والله أعتقد أن القلوب ما امتلأت بهذه القسوة ومن حرف الناس هذا الانحراف المزري عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا يوم أن ضعف في القلوب الإيمان بالله جل وعلا ثم باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يصحح مسار الحياة الدنيا، فمن آمن بالله وبكتبه ورسله وبالملائكة وبالقدر وباليوم الآخر وعلم أنه موقوف حتما
بين يدي الله جل وعلا، وأن دنياه مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. من اعتقد هذا المعتقد وآمن به إيمانا صحيحا حتما سيتغير مسار حياته في هذه الحياة الدنيا ليسعد بالدنيا والآخرة، جعلني الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الكبرى للساعة، وقد حددها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر نتحدث ونتناقش، فقال بأبي وأمي وروحي لأصحابه رضي الله عنهم: ما تذاكرون؟ بتتكلموا في ايه؟ بتتناقشوا في ايه؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، يعني 10 علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد توقفنا في الحلقة الماضية مع هذا الحدث المذهل المروع مع نبي الله عيسى وهو يقتل المسيح الدجال ليخلص الأرض من أخطر وأشد فتنة عرفتها الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة. أخطر فتنة ستقع في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، وينجي الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى ثم بفضل نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي سيقتل الدجال. وقد وصف لنا سيد الرجال نزول عيسى وبين لنا المكان الذي سينزل فيه، بل وحدد لنا نبينا الثوب الذي سينزل